نتوسل بكل ملائكة السماوات وشياطين الأرض أن توصل صوتنا إلى من لا يسمع، وأن توصل صوتنا إلى من له الصوت وإلى من له القدرة والقابلية. تعبنا يا ناس، والله تعبنا، تعبنا، معاناتنا مستمرة مع الصيف والشتاء، وكأننا في رحلة الإيلاف قريش وإيلاف الحكومة العراقية. ارحمونا. أقدم باقة ورد مال لاستيك إلى عملاق الكهرباء وعملاق الطاقة الذرية ومبدع من مبدعي أغبياء بلادي حسين الشهرستاني، ونتمنى له أن يتذكر وعده لنا بتصدير الكهرباء، لأن العقود بدأت تنهال علينا من سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية تريد كهرباء. درحمنا عاد يا مسكين، درحمنا من ذبحنا. شكرا.